بشجع في كاس العالم بشجع مصر طبعا. بشجع مصر طبعا. اكيد مصر يعني. قول لي انت. تونس السعودية. انا هقول لك بس حاجة. وفي حد تاني غيرهم؟ انا قلت لك. هو يعني المفروض واحد بيشجع مصر يعني. بس لو مصر خرجت اكيد هشجع منتخب عربي. اولا مصر. ثانيا مصر. ثالثا مصر. اكيد مصر طبعا. اكيد يعني. اكيد هيبقى صعب اشجع حد انا مصدقنا انها توصل اشجع حد تاني بعد ما وصلت صعب يعني بعد 28 سنه اكيد مصر وبس يعني باقي الدول العربيه نحب لهم طبعا ان هم يعملوا نتائج كويسه وكلنا وطن عربي والدول العربيه كلها هنشجعها طبعا لو مصر خرجت او فضلت للاخر منتخب السعوديه البلد الشقيق طبعا الثاني نتمنى له كل التوفيق والتقدم وطبعا اتمنى ان هو طبعا يكون في النهائيات طبعا مع مصر طبعا في المقام الاول المنتخبات العربيه تونس في المقام الاول ان شاء الله والمغرب انا الصراحه نفسي ربنا يوفق السعوديه ويوفق تونس ويوفق المغرب المغرب عندها ماتش مجموعتها صعبه برضو اداء المنتخب السعودي في الماتشات الوديه التجريبيه اللي عملتها قبل البطوله لا يدي لك مؤشر كويس فربنا يوفقهم يعني نفسي ان هم يحققوا يوصلوا للدور اللي بعد دور المجموعات يعني شدوا حيلكم قوي قوي وانا متفائله ان شاء الله باذن الله والشعب المصري كله متفائل بيكم ان شاء الله باذن الله ترفعوا اسم مصر لفوق ومحمد صلاح ان شاء الله بكره هيجيب اثنين باذن الله باذنك يا رب محمد صلاح هيجيب اثنين وربنا يوفق المنتخب وشكرا